الاهلي هو مش عايز يجدد وكلام على التفاوض مع هيرفي ريناد على انه يكون مدير فني للنادي الاهلي، واتكلمنا ايضا على الاسماعيلي والنادي الاهلي بيفاوض نادي الاسماعيلي من خلال كلام مع لعيبته مش من خلال النادي، ونفينا كل الكلام ده شكلا وموضوعا. وبالتالي الفترات اللي جايه هنسمع اشاعات كتيره جدا لحد ما الاهلي ان شاء الله يحقق بطوله الدوري. عمر الاهلي مكان نادي عمر، يعني عمر ما حد هزه ولا عمر حد يفكر ان هو يهز كيان كبير بحجم النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي عنده هدف كبير جدا، ودايما احنا متعودين كجمهور النادي الاهلي كاعلاميين بنتكلم في قناه النادي الاهلي ان النادي الاهلي ماشي في طريقه مش بيبص لا يمين ولا شمال ولا حتى وراه، مركز فقط على الهدف، وطول ما انت عندك هدف هتسعى ليه ايا كان ايه العقبات وايا كان ايه الصعاب. كابتن سامي قال ان